سيدي مهندس الفقيه المقدم محمد نور سويد الحلبي خلف السيارة، ومعه السيد الدملخي. تؤمن بأن السادة الصوفية يبيعون أراضي في الجنة؟ لا، ما حدا يبيع، ما في بيع. بلى سيدي النابلسي قال ما في بيع. عبد الغني النابلسي وأبو يزيد البسطامي حكوا هيك. يا سيدي، ليس بيعا وإنما هبة، لأنها هبة من الله تعالى. هي هبة من الله تعالى، ربنا أعلمنا بأن الصالحين يشفعون ويأتون بمريديهم، والآباء يريدون من هو على درجة الأب أو الابن فيأتي به إلى منزلته، وهكذا يعني. مشايخ الشام أنتو يعني الكفتار وحبنكة والفرفور هذول الأولياء الصوفيين. أمور الغيب تحتاج إلى نصوص، يعني بوطي. إما كتاب وإما سنة. والسلام عليكم ورحمة الله. منبجي عجان الحديد، السراج الراوي، إن شاء الله الرفاعي، اجتمعوا بالسيد هذا سيدي شيخ الطريقة الملاماتية، ايش اسمه هذاك؟ اللهم سيدنا محمد وعلى آله. اللهم سيدنا محمد أبو مدين القوثب. سيدي على سيدي لا، كان هو سيدي ايش اسمه اللي كان من الملاماتية، قويدر سيدي قويدر، كان يبي مدد انت احكي. ما عندي علم في هذا. انت فقيه مقدم ولك الشكر. السلام عليكم ورحمة الله.